حتى إذا ما هوش كده موجودين مع كل ما احنا بنشوفه ده بنساهم بكل أمر وكلام وفعل وحتى موالي ممكن أنا حقيقة في التفكير في الكلام بتاعي يعني، لكن عشان كان في واحد في اتفرج دلوقتي جات لقطات من يعني من احتفالات كفاءة من كل 70 من أهالينا اللي عندهم أهالينا اللي عندهم أهالينا خايفين. وأنا ساعتها قلت إزاي يعني؟ ده مخانيك ربنا اللي ما بيتشفهاش تحت الأرض وكل حتة رزقها مكفول وحياتها مكفولة. إن إحنا مش إحنا. هو عامل وخلص سبحانه، هو عامل كل شيء ويعيد قدرته وعظمته، فما حدش يتصور ابدا ان ممكن حد يضيع وهو موجود سبحانه وتعالى، وهو موجود سبحانه وتعالى ما فيش حد يضيع ابدا. محدش يتحط جنب اسمه ابدا، فتخيل. المهم مش عايز اطول عليكم عشان الولاد اللي جنبه والبنات دول ما يتعبوش كتير، لكن عايز اقول لكم ما تقلقوش على ده. No, this is too easy. Hold on.